اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حبيت اصور لكم الاجواء الجميله دي. ربنا يرزق كل مشتاق يا ربي زياره بيت الله والكعبه وزياره الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام عليه وعلى اصحابه. يا رب يرزقكم يا رب من حيث لا تحتسب. كل مشتاق يا رب ربنا يكتبها له يا رب. شايفين دنيا زحام زحام ده في ميقات ذي الحليفه. ميقات ذي الحليفه انا كنت معديه هنا كنت في مشوار وما شاء الله الاجواء دي عجبتني فقلت زحمه جدا جدا لما احنا في شهر رجب وشايفين الدنيا عامله ازاي. ربنا يا رب يزيد المسلمين اكتر واكتر. اللهم امين. شايفين الناس بتصلي فين من كتر الزحمه. زحمه جدا يعني مفيش مكان ولا خرم ابره زي ما بيقول. زحمه جدا جدا جدا. كل ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. ده ميقات اللي بيحرموا منه ميقات المدينه ميقات ذي الحليفه. اجواء جميله حبيت اشارككم اشاركها معاكم يعني حاجات تفرح. في كل حاجة اهو تومينات فاكهة وحاجات لو المعتمر رايح مكة والحاجات الأحذية دي الخمارة حزمة اهي بتاعت العمرات والإحرامات والخمارات كله كله موجود عندهم. رجال وحريم كل ما يخص العمرة رجال وحريم موجود هنا. يعني لو الواحد هيحرم هو ده بيحرمه منه هنا وينفع برضه الواحد يحرم من مكانه من هو طالع من البيت ياخد نية الإحرام وهو ماشي بقى يقف هنا من بره ناحية ميقات ذي الحليفة وياخد النية ويبدأ بقى التلبية. كل ده هنا اهو فين صف طويل محلات كلها حاجات العمرة والعبايات والخميرة في ميقات ذي الحليفة. ده اسمه ميقات ذي الحليفة. شايفين مفيش مكان أصلا الواحد يتنفس منه. يعني احنا صلينا على البلاط مفيش مكان ما شاء الله تبارك الله. يعني المكان مزدحم ده اللي بيخرجوا منه كده عند السيارات والحاجات دي. ده كل الاماكن دي كلها مزدحمه على الاخر فل. الله المستعان بقى في رمضان هيبقى ازاي اما احنا في رجب ولسه بقى بس دي كلها مواسم عظيمه ما شاء الله. بس مش عارفه في رمضان هيبقى الوضع ازاي ان كل البلدان اتفتح لها العمره. ربنا يرزقكم يا رب اجمعين. فكله ما شاء الله بيجي الأسعار بتبقى سياحية يعني حاجة أم 10 أم 5 بيقول لك عليها ب 15 وكده كله حتى دبابيس الطرح. بس لو حد اتزنق هنا ومش عارف ياخد حاجة يلاقي بقى كل حاجة هنا. المهم يعني الحاجة تتقضى للواحد لو الحاجة وتتم عمرتكم على خير. يعني حاجات هنا أسعار سياحية فلو كل واحد يجيب حاجته معاه يعني قبل ما يجي ما شاء الله تبارك الله. بس لو حد احتاج حاجة بيلاقي. اول ما بتحرموا بقى من ميقات ذي الحليفه ده بيطلعوا بالتلبيه كده لحد ما توصلوا مكه. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك من الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يعني يا رب انا جاي لك يعني انا اللي هتحرم ده يعني بصوا ما ينفعش بقى حد يشتم حد لو انتم حرم ما تصطادوش ما تقتلوش ما تعملوش اي حاجه تنقض الحرمات من حبيبي. دلوا على الذكر والقران لحد ما توصلوا لحد مكه ولا تقصوا من الشعر ولا من الاظافر. طبعا الشرطه هنا اهي على طول ما شاء الله يعني اهو تربيه الشرطه في كل مكان ان شاء الله. يعني ربنا يرزقكم يا رب العمرة وزيارة الحبيب اللهم امين. ميقات ذي الحليفة ان شاء الله. ميقات ذي الحليفة مين عارفة كيف هنا كده نساء من هنا يا جماعة. في كل حاجة اهو تومينات فاكهة وحاجات لو المعتمر رايح مكة والحاجات الأحذية دي
خميرة حزمة اهي بتاعت العمرات والاهرامات والخمرات، كله موجود عندهم، رجال وحريم، كل ما يخص العمرة رجال وحريم موجود هنا. يعني لو الواحد هيحرم هو ده بيحرمه منه هنا، وينفع برضه الواحد يحرم من مكانه من هو طالع من البيت، ياخد نية الاحرام وهو ماشي بقى يقف هنا من بره ناحيه ميقات ذي الحليفة وياخد النية ويبدأ بقى التلبية. كله ده هنا اهو، فين استنى صف طويل، محلات كلها حاجات العمرة والعبايات والخميرة في ميقات ذي الحليفة، لازم ميقات ذي الحليفة. شايف مفيش مكان اصلا الواحد يتنفس منه، يعني احنا صلينا على البلاط مفيش مكان، ما شاء الله تبارك الله، يعني المكان مزدحم، ده اللي بيخرجوا منه كده عند السيارات والحاجات دي، ده كل الاماكن دي كلها مزدحمه على الاخر فل. الله المستعان بقى في رمضان هيبقى ازاي، اما احنا في رجب ولسه بقى بس دي كلها مواسم عظيمه ان شاء الله، بس مش عارفه في رمضان هيبقى الوضع ازاي، ان كل البلدان اتفتح لها العمره، ربنا يرزقكم يا رب اجمعين. فكله ما شاء الله بيجي. اول ما بتحرموا بقى من ميقات ذي الحليفة ده تطلعوا بالتلبية كده لحد ما توصلوا مكة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، يعني يا رب انا جاي لك، يعني انا اللي هتحرم ده يعني بس ما ينفعش بقى حد يشتم حد، لو انتم حرم ما تصطادوش ما تقتلوش ما تعملوش اي حاجه تنقض الاحرامات من الحاجات دي، دلوا على الذكر والقران لحد ما توصلوا لحد مكه، ولا تقصوا من الشعر ولا من الاظافر. طبعا الشرطه هنا اهي على طول ما شاء الله، يعني هو تربيه الشرطه في كل مكان ان شاء الله، يعني ربنا يرزقكم يا رب العمرة وزيارة الحبيب اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حبيت أصور لكم الأجواء الجميلة دي، ربنا يرزق كل مشتاق يا ربي زيارة بيت الله والكعبة وزيارة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عليه وعلى أصحابه، يا رب يرزقكم يا رب من حيث لا تحتسب، كل مشتاق يا رب ربنا يكتبها له يا رب. شايفين دنيا زحام زحام، ده في ميقات ذي الحليفة، ميقات ذي الحليفة انا كنت معديه هنا، كنت في مشوار وما شاء الله الاجواء دي عجبتني، فقلت زحمه جدا جدا لما احنا في شهر رجب، وشايفين الدنيا عامله ازاي، ربنا يا رب يزيد المسلمين اكتر واكتر، اللهم امين.